كوكو بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ كتعاودوا اخباركم؟ فيقه من نعاس وفيقه معطله وما شبعش نعس ليل كله. ما نعست والله العظيم البنات، وما باغاش نفيق. ما باغاش، المشكله انني ما باغاش نفيق ولكن خاصني نفيق حيت عندي البنات اليوم. بالنسبه للناس اللي خدمنا لهم في الدار ديالهم، اللي درنا لهم طابي با ودرنا لهم لي طابي ودرنا لهم نيتواياج في الدار ديالهم في الفيلا ديالهم، مهم هما كانوا الدخلات ديال الدار اليوم ان شاء الله، الدخلات ديال الدار ديالهم وعرضوا علينا، بما اننا خدمنا معاهم عرضوا علينا نجوا ماشي افتتاح، جا نقول لكم افتتاح، بنقول لكم الدخله ديال الدار، دخلوا الدار الله يدخل عليكم بالصحه والخير وطول العمر. المهم الدار زوينه البنات، فيلا تقريبا هما سالوا، ولكن حنا باقيين ما سالينا، حنا باقي مطولين. يعني لا عندك الفلوس تسالي، ما عندكش الفلوس تعطلي ان شاء الله. الا باقا انا مطوله، ما عرفتش انت غادي نسالي هاد الفيلا ديالي كما نقولوا، ندير فيها حتى انا شي نهار محيح فاعل تارك. معروضين معروضين معروضين، غنجيبوك الكادو، اجيو جيبو معكم الكادو ما تجوش بلا كادو ياك. عارف كنضحك معكم البنات، مرحبا بكم ان شاء الله. نهار زيد انا ندير شي نهار، مرحبا بكم. المهم هنايا وقاصه كنماكي البنات، كندير الماكياج. المهم اول حاجه بديت بها هي داك هذاك الزيت ديال زيت ديال اكراني ديال الهنديه، ديال اكراني حنا كنسموه اكراني فواره الهنديه البنات. دهنت به البشره ديال الوجه ديالي، ديجا نقيه مغسوله غسلتها ودهنت به البشره ديالي هو الاول. يعني ندير شي حاجه بعدا تستافد منها البشره قبل ما ندير، يعني نوجد البشره ديالي. درت لها هذاك بالفيتامين او على ما اظن، ما عقلتش ديجا من ماركه واش من فيتامين، والله ما عقلتش من ماركه، وعلى ما اظن بالفيتامين او. هم درتو بالبشره ديالي. اول حاجه غادي نديرها، يعني كل مره انا ما كنقولش لكم البنات بروفيسيونيل ولا شي حاجه بحال هكا، كل مره كنزيد شي حاجه، كنتعلم شي حاجه. قلت لكم كما قلت لكم كنتعلم الماكياج، ولحد انا باقي كنتعلم، انا ماشي ميك اب ارتست، انا ماشي بروفيسيونيل، انا غير كنتعلم بحالي بحالكم، وباغا نتعلم وباغا نزيد لقدام وباغا نطور من راسي وباغا ندير بزاف ديال الحوايج. وان شاء الله بالمساعده ديالكم والمعاونه ديالكم اكيد غادي ندير بزاف ديال الحوايج ان شاء الله ان شاء الله، ونزيد لقدام، ما باغاش نبقى في بلاصتي. سمحوا لي انا ماشي من داك النوع البنات اللي باغا نبقى بلاصتي، يعني باغا نزيد لقدام وباغا نطور من راسي وباغا ندير مشاريع وباغا ندير بزاف ديال الحوايج اللي ان شاء الله نستافد منهم وتستافدوا منهم حتى نتوما، ويستافدوا بزاف ديال الناس اللي بغاو يخدموا. فهمتوا؟ هنايا شديت غير قلم ماغو، ما شديتش قلم كحل البنات، بما ان بحكم ان شعري فيه اللون صفر ولا شاطان ولا ما عرفش داك اللون، عندي مضروب الالوان، عندي خليط ديال الالوان تما. الناس كيقول لي بدلي اللون ديال الشعر، ما كرهتش البنات ولكن ما نقدرش نبدل دابا، خصني نتسنى واحد 3 شهور على الاقل باش ما يتحرقش الشعر ديالي. المهم درت هكاك القلم باش غير نعمر الفراغات، ولكن نورمالمون وانا ندير لهم تطواج غير دوك الفراغات اللي خاويين وداك الشيء كنعمرهم بالقلم وصافي وكنمشط. هنايا درت البنات هاد لافاز، راه وريتها لكم، هادي كدار باش كتقاد كتقاد ديك البشره، عرفتوا ديك لي بور اللي كيكونوا عندكم محلولين، لي بور ديال الوجه بحال كتسدهم وكتملس، كترجع البشره ملسه، باش فاش كدير ليها الفوندو تاع كتسرح فيها مزيان، ما كيبقوش فيها دوك لي طاش، وما كيبقوش بلاصه لي غيد اللي عندك تحت العينين. ماشي ضروري ان يكون عندك لي غيد، ولكن تحت العين كيكونوا فيه شي تكميمات هكا صغيورين. كديري هادي كترجع ليك البشره ملسه بحال شي ورقه، فهمتوا؟ كترجع لك البشره بحال شي ورقه، تقدري تلصبي فيها كيف ما بغيتي. ايوا هذا كان خداه ليا راجلي ديك الساعات، مع اظن خداه ليا من المطار، لا ماشي من المطار، من الطياره البنات، في دوك لي جورنو ديال الطياره كيبيعوه، كيكون بلا تاكس بهذا الشيء، كيكون محيد عليهم طيبية. وكان خداه ليا رخيص تقريبا ماشي 30 اورو 30 اورو 300 درهم. زوينه البنات، كيوحد البشره، كيسد لك دوك لي بور، باش الا درتي الفوندو تا ميبقاوش يبانو لك لي بور، كتولي عندك البشره ملسه وشكل واحد، وكتعود دايزه بحال شي سميتها بحال شي بحال شي ورقه زعما، ما كتعذبكش اون فيت، ما كتسمعوا لي هذا الصداع، ما كتعذبكش اون فيت الفوندو تا، كتسرح دغيا وما كتبقاش بان فيها هذاك الخطوط، فهمتوني؟ المهم هنايا خديت فوق العينين البنات باش نوحد اللون ديال فوق العينين، درت هاد الكونسيلور، هاد الكونسيلور البنات كنت خديتو من يانا نوان واقيله ولا فلوغ، ما بقيتش عاقله، من زوين وما كيبانش بزاف، غتشوفوا راه درتو فوق العينين ما كيبانش معيق، بيضت به فوق العينين باش نقدر ندير اللون اللي عجبني وقدر يبان ليا. ما عندي فوق العينين ديالي البنات ماغو، يعني ماغو، يعني ما نقدرش ندير فيه باغ اكزومبل ماغو ما كيبانش، خصني ضروري نوحد اللون باش ندير فيه اللون اللي عجبني باش يجي هو هذاك. المهم هذا الماكياج البنات راه سامبل وغابيد وسهل، انا ما كنقولش لكم بروفيسيونيل ولا ميك اب ارتست، انا كنتعلم بحالي بحالكم، انا يعني فيما يقول لكم انا تعلمت الماكياج وراني قاريه على الماكياج، ونبقى نزوق عليكم بحال الناس اللي ما عارفين، ولا كيقول لك راه عارفين كلشي، حتى شي واحد ما قاري على الماكياج كيتفلاو عليكم وكيكذبوا عليكم نص تقريبا، كيديروا راسهم عارفين.
ولكن انا ما غاديش نقول لكم كنعرف، اللي عارف عارف، واللي ما كاين الناس قارين، ولكن الناس اللي ما عارفين والو هذا خاين بالجبه وكيقول لكم راه حنا عارفين كيتفلاو، مي انا نقول لكم ما عارفاش حتى نتعلم، وديك ساعات نقرا نقول لكم راني عارفه. يعني ملي قريت على ماكياج، الماكياج حنا الماكياج فاش كنا كنديروا ليستيتيك، حنا البنات فاش كنا في الما في ليستيتيك الاول راه ما كانش فيه الماكياج، كان فيه الماكياج ديسكريت، يعني كيفاش ديري ماكياج ديسكريت وكيفاش تنقي الماكياج تمسحي الماكياج. مي تعلمي الماكياج ما كايناش، كاينه فلاف مع لا ما اظن مع لا كوافيو، حنا ما كانش عندنا اون توكا في ليستيتيك ديالنا ما كانش فيه الماكياج نهائيا. المهم هنايا خديت اللون الماغون، يعني ضربته في ديك الكسره ديال العين، سرحته مزيان البنات وخدموه مزيان، يعني بقاو استومبيو مزيان 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 باش ما يبقاش يبان داك الفرق ما بين العين والعين، يعود كيبان ماغون ولكن كيبان ماغون بحال طبيعي، فهمتوا؟ انا ما بغيتش اللون بزاف بحكم انني غندير رموش، ما درتش يعني لون مجهد، درت لون خفيف 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 باش غير يبان فوق عينيا مقاد. هنا خديت البنات شويه ديال اللون الخزي، بحال الخزي غادي الخزي، ضربت فيه هكا الماغون، ما كانش عندي اصلا الخزي، خديت خضر وضربته بشويه بالماغون، عطاني شويه لون خزي، غتشوفوا معايا شفتوا، عطاني واحد اللوين شويه خزي هكا، حيت ضربته معاه بالماغون مي نورمالمون هو خضر، ما كانش عندي في لاباليت الخزي. خديتو اللون مات ماشي بغيون هكا، ضربت فيه العينين واستومبيو البنات، غير استومبيو مزيان وغيعطيكم اللون زوين، واخا ما تكونوش تعرفوا استومبيو حاولوا تحرفوا تحاولوا استومبيو مزيان وغيتخلط لكم اللون مع الاخر، يعطيكم واحد اللوين زوين. شفتوا اللي طلع لي فوق العينين؟ طلع خزي شويه مع الماغون شويه الفوق، يعني تدرج الالوان، ومن بعد غادي نزيد عليه واحد شويه ديال الماغون بغيون، غير شويه الفوق الجفن ديال العين، فوق غير فوق الجفن ديال العين شويه ديال البغيون باش يقاد ليا، باش يجي التدرج هو هذاك، ما يجيش بزاف عاوتاني خزي وما يجيش عاوتاني ماغون، التدرج فيه تدرج الالوان، تدرج الالوان خزي قهوي مضرب بالخزي شويه. غادي ناخذ هذا الماغون. بالنسبه للناس اللي بغاو يتعلموا اكيد الماكياج غيتبعوا الفيديو من الاول حتى الاخر، حيت انا ماشي انا راه كنت داكشي اللي كنتعلم كنعلمو لكم، واللي ما بغاش يتعلم الماكياج يدوز الفيديو يمشي في الاخر حتى الفيديو، حيت كاين اجواء زوينه البنات، ولكن يكون احسن لا تصنتوا الفيديو من الاول حتى الاخر، ودوزوا عندي البنات الانستغرام، حيت غادي ندير واحد الجيفواي غزاله غزاله في الانستغرام، غادي تعجبكم غادي بزاف بزاف ديال تقريبا قدر مالي، غادي تعجبكم بزاف بزاف، دوزوا باش تشاركوا باش تقدروا تربحوا ان شاء الله، قريبا غادي نحطها. شفتوا اللون كيفاش جا البنات؟ تدرج الالوان جا غزال 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 غزال. هنايا درت الرموش ديال بودا بيوتي، لصقتهم كياخذوا ليا شويه ديال الوقت باش كنلصقهم، اللي ما صورت لكم فاش كنلصقهم، لصقتهم عاد جيت وريتهم لكم، غزالين البنات كطلع واخا هما البنات كيبان لكم في هذاك في لابواط ديالهم كيبانوا غلاظ، ولكن فاش كتدخليهم في العين البنات وكديرهم في العين ما كيبقاوش كيبانوا نهائيا، الرموش ديالها غزالين اون بلوس طبيعيين، لا كاليتي ديالهم غزاله البنات، انا عجبوني الرموش ديالها الصراحه، ماشي حيت صاحبتي ماشي حيت كنعرفها، ولكن الرموش ديالها غزالين، كنت واخده عليهم نظره خايبه كنقول غلاظ ما غاديش يجوني، ولكن فاش وليت كنديرهم ولاو كيعجبوني داكشي داك النظره اللي كيعطيو كيعطيها زوينه. واكيد البنات رانا ماشي حوله، راير فاش كندير الرموش كنشوف في الكاميرا، وفاش كنشوف في الكاميرا كنولي حوله، يعني ما كنشوفش من قد نيشان، راكم عارفين التليفون كاين الكاميرا في الجنب ما كايناش الوسط. هنايا البنات درت الفوندو تاع ديال يانوان زوينه البنات، هذا الفوندو تاع انا كيجي معايا غزال 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 غزال، وحتى فاش كيتوزع على البشره كيتوزع بواحد الطريقه ما نعاودش لكم دغيا، ما كيبقاش يبان، كيعطيك واحد اللون موحد وما كيبقاش كيبان في البشره مزجهد، ما كيبانش داك البحيله دايره كيلو ديال الجير في وجهك، حيت كاين الناس كيديروا الفوندو تاع كيبان لك بحال دايره كيلو ديال الجير في وجهها، ما فهمتش انا اش داك الفوندو تاع كيديروا، ولكن الاغلبيه ديال الماكياج انستغرام البنات اللي كيديروا كيكونوا دايرين كيلو ديال الماكياج، وكيبان لكم انتوا في التصويره زوين، ولكن الماكياج خصو يكون ديسكريت، ما يكونش فوندو تاع باينه عاوتاني بزاف، داكشي معيق، يكون لون موحد، وضروري البشره خصو يكون فيها على الاقل طاش ولا جوج باش تبان البشره طبيعيه، ماشي عاوتاني البشره بارفيت ما فيها لا طاش لا جوج، امبوسيبل باش تبان داكشي شويه طبيعي. هنا خديت قلم ماغون دوزتو على تحت العين، تحت العين ماشي الداخل ديال العين، برا ديال العين باش تبان العين شويه كبيره مع دايره الرموش، وانا عويناتي صغار زعما عويناتي راه ما كبرش صغورين. الجيدي جابوا الهوا في نص الليل. المهم درت القلم تحت العين باش تبان العين شويه كبيره، غتلاحظوا راه الفرق تبدل على قبل ولا دابا. هنايا خديت شويه ديال داك سميتو شنو كيسموه نسيتو، درت انايا هكا ما درتش الكريم باش نحدد، حددت انا غير بهذا نيشان هكا، عندي هذا زوينه البنات ديال لا مارك كيغلا شحال هذه هو عندي، ولكن الله يعمرها دار زعما كيعطيك واحد اللون غزال ما تلقايه في شي بلاصه، واحد اللون قوي بزاف، ولكن فاش كيطالي على البشره كيعطيك لون طبيعي بحيله السموريه طبيعيه، بحيله داكشي فعلا طبيعي، راه غتشوفوا في الوجه ديال دايره، ولكن كيبان طبيعي شويه في الجناب ديال الوجه، شفتوا
كيحدد لك الوجه وكيبان طبيعي. زدت هنايا شويه في الجناب عاوتاني، الجناب ديال النيف، باش غير يحدد لك شويه النيف، ماشي بزاف، حنا ما كيعجبنيش داك التحدي ديال النيف، انا كيعجبني يبان الواحد طبيعي، فهمتوني؟ تحدي ولكن ماشي بزاف، ماشي عاوتاني دابا داك الشيء بارفي تحيد الماكياج يبان لا علاقه، تبان لك لو جوغ لانوي، تقولي واش هي هذه اللي فعلا اللي كانت بالماكياج، واش ماشي هي هذه اللي كانت بلا ماكياج، فهمتو؟ هي شويه هنايا زدت داك الهايلايت باش نبرزو شويه، نوقفو النيف شويه ونديرو نضوو المناطق اللي بغينا نضوو هنايا الجناب تحت شويه، غير تحت العين البنات، فهمتو؟ ماشي كاع التحت، كاع تحت العين فين كضوي، تحت العين وكتقدري تضوي شويه الفوق، وكيعطيك واحد ليكلا زوينه للوجه هنا فوق لي ليفغ، تاوبه باش يبانو لي ليفغ شويه منيفخين، وكيعطيك ليهم النظره، وتقدروا ديروا حتى في لوكوان ديال العينين، في العينين في الجناب. هنا خديت هاد العكر ديال سيفوغا، غلوس بليتو ديال سيفوغا اللي زوين البنات، زوين زوين، خصني نمشي ناخذو في الالوان، ما كرهتش ناخذو في الالوان، عجبني بزاف بزاف، زوين 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 لدرجه انه تعرف فاش كديرو كيبين لك الفم ديالك بحال داير ليه، بحال نافخه، بحال داير ليه شي حاجه، هو راه غير لي في ديالو هكا كيعطيك بحال نافخه الفم ديالك، زوين. او فوالا هذا هو الماكياج ديالي، ساهل ماهل، وقولوا لي كيفاش جاكم في التعاليق، ما تبخلوش عليا باللايك ديالكم. ايه فوالا، وحنا عاد خرجنا لويده حاضره دات لي تاع حوايجها، ما صورتك ما درت لك انت داكشي ديال الماكياج، شنو كنتي اشنو درتي انت في الماكياج اما توتوريال الماكياج ديال ما كحول سواك سواك لا خصك ما دير لي ماشي نهار داك سميتو تلبسيني وتقاد دير داك تاع الشلوح، ما عندكش ديال قتيبك، عندك القتيب داك اللي كنتو كتلبسو، داكشي كنتو كتلبسو زمان، لبسيني وقاديني كيفاش كانت العروسه عندكم كتلبس، بغيو البنات ياك تبغيو. المهم بالنسبه للناس اللي كيقول لي راه حوله الا عدتي كديري الرموش، ماشي حوله البنات، كنشوف في راسي ام فات، كنشوف شنو 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 الديفوات اللي فيا، ملي شفت في الكاميرا عاديه راه ما حولهاش، راه ما عولهاش، كنت كنشوف هاد الجهه كنشوف في راسي. المهم شعري كاع مشطوم سكي، الله الا خليته هكا تقول لي ماشي مشكله، سي با كراف. ما ورينا نبدا موديل دام، ورينا نبدا موديل دام دايره ايه دام، غير الشفارة غير اجي، مرحبا بكم عندنا، راه عندنا المضربة ديال الدم، المضربة نقولو مضمة، كيف المضربة ديال الدم، المضمة ديال الدم، وين المضمة؟ وعري عاش في المضمة ديال جديك، هادي المضمة اللي شريت لك ياك، هادي المضمة اللي شريت لما تقريبا ب 100 مليون، هي 100 درهم، دي زوغو، دي زوغو باش شريت هذيك ساعات في برا في داك السوق ديال السوق ديال سيتي لو سوق دو كوا كي افي ا كوتي دو فاميك، قلت لكم شريت انا داك السوق ديال فاميك ب 10 اورو، قلت لهم شفروا بصح ديال الذهب وديال الذهب، كنت شديتها بعدها كملت بها الدار. فوالا يلا حنا غاديين في الطريق غنوصلوا ان شاء الله. المهم جيت البنات هنا غير البيت باش نوريكم الطابي اللي قادينا في الشكل فاش تحط، كيفاش جناري البنات لا ماتيغ ديالو زوينه البنات بزاف بزاف هاد الطابيات، وبغيت نوريكم حتى البابي با كيفاش جا الستيل ديالو، جا مع لي غيدو داكشي غزيولين، الطابيات الرائع الكاليتي ديالهم غزاله غير نادر. المهم الطابيات حنا اللي درناهم، بابي حنا اللي درناه، غنوريكم غير مقطع حيت كاين البيوت الاخرين ما قدرتش ندخل لهم كاين فيهم الناس، المهم نوريكم انا غير هذا مع الفراش ديال البيت، جا غزاله البنات
شفتو كيبان بحال الصباغه ولا فينيسيون ديالو غزاله، كتقول تبصمي عليها صباغه ماشي زعما ماشي بابي با، وحتى في هذاك سميتو السقاطي ديال الضو، يعني داكشي مقاد مزيان فيني مزيان، يعني غير نادر شفتو لا فينيسيون ديالو تقول عليه صباغه مقاد، لا فينيسيون غزاله غزاله غزاله. Thank you.
وشوفوا عم تلاقيت البنات لقيت مع واحد اليوتيوبرز عائلة نعيمة هي. سلام البنات كدارين بخير. تخيلك الكلمه قول بعرضي اليوم ما قحش ما لاش ما نعرف عرضي مرحبا بكم تنتم عندي بالقناه ليلى بلوغر. الله بديتو كندير لا كويزين كندير الحاجه اللي سهله بزاف لاي وحده ممكن ديرها سواء بنات سواء دراري. كندير اكلات اللي كيكونوا ساهلين وفاهمين دراك هادشي اللي كندير وراح شفنا حيت هما اللي فاجز كان شي وقت ضرهم كامل حشميش هدرا بحالي تا هما اللي كاين في القناه بحالي ما تحشميش. وهادشي اللي كان البنات مرحبا بكم عندي باش تدعموني حتى انايا القناه ديال الله بديت الله حطيت 10 ديال لي فلوغ شويه بشويه كنذكر شي بدينا حنا بواحد الابوني جوج ثلاثه حتى جمعناهم بصح. من القناه ديالها البنات سميتها ليلى بلوغر. المهم غادي نقدر نخلي لكم القناه ديالها في صندوق الوصف دوزوا عندها اللي بغات تشجعها فيكم اللي ما بغاتش ما تدوز نتوما حرين. والمهم يلا نكملوا الحفله ديالنا الحفله. شكرا البنات. البنات حنا راه خرجنا حيت عندي واحد الرونديفو باقي مع الخمسة وستة هادي وانا معطله في الحقيقه. يعني غادي الرونديفو ديال
ديال والله هذا هو الرونديفو مغرب. عمرني انا تعطلت على شي رونديفو ديما غاديه في الوقت، اول مره في حياتي غنتعطل على شي رونديفو. عطلوا الماكله وبين نمشي بين نمشي ما خلاتنيش ولا الدار، قالت لي لا جلسي حتى تاكلي مع ولدي. هيا جايه يا جايه، قالت لي ما تخرجيش الا ما تكليتي تغديتي معانا. وفي الاخر صدقنا حتى الستة هذه وحنا باقي ما مشينا للرونديفو والله العظيم. والتليفون غير دي شارجا، صدنا غير الوالده ديالي تصلي ويلا. واخا ما صورت لكم البنات بزاف ولكن سمحوا لي بزاف بزاف حيت راه الظروف. ويلي ويلي هرب ليهم بيلي، يقلب على بيه هرب ليهم. تحرك البرد شويه، يلا نتلاقاو من بعد ان شاء الله.